لا، بطولة رائعة، يوم حلو. كان عندنا النهاردة ماتش هاند بول في الإسماعيلية، الحمد لله كسبنا، كملنا النهاردة بالبطولة الحمد لله. يوم عدى بشكل رائع، تنظيم الحمد لله بشهادة الجميع الحمد لله تمام. الجمهور النهاردة مظهر حضاري، الصلاة على الآخر، يوم حلو. رغم الحزن احمد قطب، لكن ده زود اللعيبه اصرار كبير جدا يا محمد بيه. حصل موقف في البطوله اللي فاتت من سنه مع منعم، المره دي في قطب، ان شاء الله يقوم بالسلامه وباذن الله يرجع احسن من الاول. كل اللجان عايزين نوجه لهم كل الشكر والتقدير على الاداء المميز ده محمد بيه. رائع، بس لسه مكملين عشان عندنا بطوله هامبول كمان اسبوع، فاحنا الموضوع مكمل، فان شاء الله بنشكرهم كلهم بقياده كابتن رفعت عبد القادر، وطبعا اخويا محمد الجرح رئيس اللجنه المنظمه، كله كل اللجان ادت مهامها بشكل رائع، والحمد لله اتوجت بالمنظر الحلو ده النهارده. ثلاث رسائل للجمهور واللعيبه واحمد قطب، بتحب تقول لهم ايه؟ الجمهور هو الاهلي، يعني ده اهم حاجه في المنظومه كلها، والفريق كانوا رجاله جدا النهارده، المنظومه كلها، واحمد قطب بالسلامه ان شاء الله وترجع احسن من الاول باذن الله. شكرا يا كريم. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، زي ما بنقول طبعا مهندس الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وعبد الله عبد السلام كمان بينضم لنا. دكتور مهند في